السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى عناوين رئيسية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على عروض تتعلق بتطوير النشاطات في العديد من القطاعات. وعشية اليوم العالمي للمرأة، لواء سعيد شنقريحة يشيد بالدور الريادي للمرأة الجزائرية ويهنئ النساء العاملات في الجيش الوطني الشعبي، ووزير الداخلية يقيم حفلا على شرف المرأة الجزائرية. وفي النشرة نموذج ناجح في عالم المال والأعمال. وتفعيلاً للاستثمار والحركية الاقتصادية، التزام بتشديد الرقابة على المنتجات حماية للمستهلك. مسابقة للمؤسسات الناشئة بقسنطينة، وإشراك الحركة الجمعوية في تحضير النخب الرياضية.